الله الرحمن الرحيم. احنا في محافظة اسوان مركز مدفو في السبعية شرق عزبة البسطة، والاهالي يتضررون من مصنع الاسمدة. معنا الحق حج عبد الحميد محمد حسيني من اهل السبعية شرق. المشكلة يا حاج؟ المشكلة ان اقامة مصنع اسوان للاسمدة الكيماوية، طبعا في البداية جونا في 2007 بقوة رهب، يعني رهبوا البلد في ان بيع الناس الجبلي لهم صوت وسمعة على ان بيكم وبلاكم المصنع حيتنشئ. طيب المصنع يا اخواننا حيتنشئ فين؟ قالوا بجوار المصنع الشركة المصرية الهندية في الجبل، في المكان المحدد له من قبل الوحدة المحلية ومجلس المدينة. فجئنا بعد كده في ان المصنع بيتعمل بجوار المدرسة اللي هي ما يبعدش منها بتاع 192 متر تقريبا على حسب قياسات وزارة البيئة في 2011. وطلع المصنع وجينا في 2011 الحمد لله، يعني بقينا نخبط جميع البيبان ومباعتنا فكسات من رئيس الجمهورية الى ايه الى ادنى حاجة الوحدة المحلية. فكان في ذات الفترة كان احد ابناء شريف الجبلي مصطفى الجبلي مقيم في الاستراحة، فنزل يلعب كورة في مركز الشباب اللي هو ما يبعدش بتاع 150 متر عن المصنع. فالشباب تحسوا ريحة خنق اختناق، يعني بيقولوا له دي في ريحة وحشة، ما يعرفوش ايه الغازات الطالعة هم. فبيقول لهم دي انتوا دي ريحة الفلوس، انتوا جبتوا شكاء يعني اشتكيتوا من السيد حسني مبارك لأقل موظف في الدولة مش هتعملوا حاجة. فأنا معاي ستة وزراء. الآن قامت الثورة ووقفت المصانع، فروحنا إلى محافظ أسوان طلع قرار بوقف المصنع، وطلب من رئيس جهاز شؤون البيئة بجنوب الصعيد بتكوين لجنة لأخذ القياسات وعمل تقرير، والتقرير ما عجبش السيد محافظ في ذلك الوقت، فطلب من السيد وزير البيئة بإرسال لجنة من وزارة البيئة. وزارة البيئة جات هنا على أساس المدرسة هيركع بالسور، عمل قياسات بيقول إيه إحنا عايزين نشوف، لا معرض في اللفظ الذي هقول على التصوير، مين البهائم اللي قالوا إن المصنع يتعمل في المكان ده. اخذنا قرار وقف بالنسبه ايه للمصنع من المحافظ، والوزير البيئه بعت لنا برضو خلاص المصنع لازم يتوقف. في مستندات تثبت الكلام ده يا حاج؟ موجوده جميع المستندات من المحافظ ومن جنوب الصعيد، من جهاز شؤون البيئه جنوب الصعيد ومن ايه وزاره البيئه، موجوده معانا جميع المستندات وقرار السيد المحافظ. تمام. فجينا بعد كده على اساس ان الارض في حاجه اسمها ايه دراسه تقييم الاثر البيئي لهذا المصنع ما نعرفهاش. بتوع البيئة بنقول لهم ادونا ال 27 بند اللي انتم بتقولوا بيهم، ما بيفيش ما بنعرفش، وهي رقم واحد المسافة. المصانع دي مصنف ألف وباء جيم، المصنع ده مصنف جيم من المأخذة في الألفاظ، المصانع القذرة. الدول المتقدمة بترفضها ايه على الدول المتخلفة اللي زينا كده. خش على حتة الأرض يا عم. الأرض اختلاف الأرض، العقد مع التنمية الصناعية عاملين على الورق على العقد على التنمية الصناعية، لكن في الإقامة الفعلية على الأرض داخل أملاك الدولة الخاصة، وده المصنع ده ما يبعدش حوالي 700 متر عن نهر النيل، عن مجرى نهر النيل اللي هو حاليا بننمي السياحة ونعمل السياحة، لو جات مراكب معدية على النيل حتشم ريحة الغازات السامة اللي هندي. ده أول أكسيد الكربون، الغازات الصناعات دي بتطلع أول أكسيد الكربون، والصرف بتاعه على النيل، يعني مخلفات المصنع هتتصرف على النيل. بالنسبة للأملاك يا حاج؟ بالنسبة للأملاك، الأملاك الدولة ليها من نهر النيل شرقا لغاية 2 كيلو، بعد ال 2 كيلو التنمية الصناعية. المستثمر استغل فرصة إن هو اشترى من التنمية الصناعية والعقد معانا وراح سدد في بنك المنصورة. يعني حق المصنع المنشأ ده منشأ على أملاك دولة؟ على أملاك دولة، لأن ما يبعدش أكثر من 700 متر من نهر النيل. أملاك الدولة ليها 2 كيلو من نهر النيل شرقا، بعد ال 2 كيلو التنمية الصناعية، هو داخل في 700 متر يا دوب، 700 متر من نهر النيل لغاية المصنع 700 متر وباني فيها المصنع، والموافقات كلها اللي أخذها والتراخيص بتاعت المصنع كلها متاخده من التنميه الصناعيه. واخر مره رحنا للقرار مع المحافظ مع نائب المحافظ قال ده معاه ترخيص، وقلنا له الترخيص ده جاي من التنميه الصناعيه، لان املاك الدوله ما تعرفش اي حاجه على الموضوع ده، وما فيش اي قرار تخصيص صادر من الوحده المحليه او من المحافظه او مجلس المدينه. تمام. ما فيش اي تراخيص. دول الاهالي المتضررين من هذا الوضع.
دي البلد. نتوجه الى مركز الشباب، مركز الشباب. مركز الشباب والمدرسة. المصنع الذي لا يبعد عن المدرسة ومركز الشباب بحوالي اكثر من 300 متر. العربيات بتفضل الحمض حاليا. بالحق. العربيات بتفضل الحمض اه. اه الحمض مشمين ريحته اه. يعني حتى المصنع لسه لغايه دول ما دورتش الورديه بتاعته وما زال الحمض اه بيفضوا اه. العربيات اهي قدامك. وهذه الشباب الصغيره. الشباب بيلعب كوره. دول اللي بيلعبوا الكوره اهو. روح المدرسه. المدرسه الصغيرة. فيها دار حضانه وفيها ابتدائي. احنا مش عاوزين دار حضانه اقل من اربع سنوات ورايح. يا سيدي احنا مش ضد الاستثمار، احنا مع الاستثمار واحنا مع البلد وعاوزين دولتنا تبقى فوق فوق خالص خالص، لكن شويه الهواء دي حرام حرام تروح منينا، احنا عاوزينش حاجه من غير شويه الهواء. احنا مش عاوزين غير شويه الهواء، النفس ده اللي جايبه ربنا بس شويه الهواء اللي احنا عاوزينه. شكرا حاجه.